الحشيش فرق كبير جدا ما بين مباراه اليوم والشوط الثاني في مباراه المره السابقه امام منتخب مالي ومباراه اليوم خصوصا الشوط الثاني. في الحقيقه في البدايه طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر في اكتر من ايجابيه خلال المباراه بتاعت النهارده. بدايه المباراه قلنا السيناريو بتاع الماتش اللي فات هيتكرر، وللاسف المباغته اللي في الاول اللي هو برده بخطا من الديفنس او الدفاع المصري جابوا غانا جابت الهدف الاولاني وتفوقت، عمل خضه شويه في الفريق، ما قدرناش نمسك نفسنا الا على يعني بعد الهدف بشويه كده بعدها يمكن مثلا حوالي 10 دقائق ربع ساعه، بس برضو ما كانش اللعب باستحواذ، في صانع العاب بيبقى موجود يقدر يبني هجمات، ما كانش فيه الناحيتين بيشتغلوا في الناحيه الهجوميه زي مثلا الناحيه الشمال كان اعتماد كلي على الناحيه الشمال لتفوق ابو الفتوح ورمضان، الناحيه اليمين كانت واقفه ما فيش الا الباك رايت يعني بعض الكرات اللي بيكمل فيها. السيناريو لما تعدلنا السيناريو برضو اتكرر في بدايه الشوط الثاني، يعني الاهداف اللي جت في مصر الحقيقه كانت في اوقات قاتله تهم. خلينا نقول الاوقات دقيقه 6 ياو يبوا بيحرز هدف في غانا الاول، ثم الدقيقه 17 مصطفى محمد في هدف في غانا يحدث التعادل بهدف لكل فريق، ثم مع بدايه الشوط الثاني صامويل اوبيانج بيحرز هدف غانا الثاني، ثم رمضان صبحي في الدقيقه 82 بيحرز هدف التعادل، ثم في الدقيقه 88 لاحمد ياسر ريان بيحرز هدف الفوز وهدف الثلاث نقاط وهدف التأهل للدور قبل النهائي. زي ما بقول لك الأهداف كانت في توقيتات صعبة قوي يعني تقتل أي فرقة. دقيقة 6 من بداية المباراة وفي بداية الشوط الثاني دقيقة 46 برضو حصلت لخبطة نتيجة برضو الخطأ ثاني. الأجوان اللي جت في مصر الحقيقة مش يعني أهداف مش ملعوبة، هي غلطات في تمركز المساكين وخصوصا طبعا الخطا اللي هو الكبير من برضه بتاع الجون او الهدف الثاني. اللعيبه ما ابتدتش تلعب، منتخب مصر قال لما حسوا بالخطوره بقى. ايوه الحقيقه من الدقيقه مثلا يعني اخر نص ساعه بالتحديد المنتخب المصري عمل كل حاجه في الكوره، ابتدت اللعب والاستحواذ وفي صانع العاب بيلعب، ابتدت الجبهه اليمين كمان تشتغل بعد التغيير اللي اتعمل بنزول بالظبط كده عبد الرحمن مجدي، فرق كبير كتير جدا جدا، خلى برده في خلخله في دفاع غانا، ما بقاش تركيز على الهجوم من ناحيه الشمال بقى ناحيه الشمال وناحيه الهجوم، كان في تنويع في الهجمات، اختراق من النص مع تصويبات من بره ال 18، لعب من ناحيه اليمين ناحيه الشمال. يستحق المنتخب ان هو فعلا يتعادل في الدقيقه 82 واحمد ياسر، يمكن انا كنت قاعد مع شريف فبقول له احمد ياسر بقى اللي هيجيب الجون، وفعلا برضو اتلعبت في الاخر في اخر دقيقه، لان الحظ برضو ادى للمنتخب المصري نتيجه للعبه ونتيجه لانه كان متفوق في الاداء وفي كل حاجه. الغريبه وده الحمد لله اللي حصلت يعني تراجع في اللياقه البدنيه بتاع منتخب غانا، يكاد يكونوا وقفوا خلال نص ساعه، طبعا تفوق من المنتخب المصري بس برضو ظاهره غريبه اللي كنا بنتكلم عليها بلال قبل المباراه، ان اللياقه البدنيه بتاعت معظم الفرق يعني بتيجي الشوط الثاني وبتبقى يعني بتريح او بينزل منسوب كبير جدا منها، ده اللي برضو زود التفوق الكبير لعيبه منتخب مصر. انت تحس ان الفرقه في الشوط الاولاني غير الثاني خالص، فرقه ثانيه خالص بتعمل كل حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها او اللي احنا قلنا المفروض تتعمل. بعد الخساره انك ترجع، الرجوع ده تصميم اللعيبه وحماس. انا واخد حاجه بس على الجهاز الفني ودي لاحظتها الماتش اللي فات والماتش ده، اللعيبه جوه الملعب بتاخد حماسها وتركيزها من الجهاز اللي بره. طبعا ما ينفعش ان كل الجهاز يوجه اللعيبه في وقت واحد. شايف انا كابتن شوقي غريب وكابتن محمد شوقي معتمد جمال الناس كلها بتوجه وبتكلم وبتاع، ما ينفعش، لازم يبقى اهدى من كده، لازم واحد بس هو اللي واقف على الخط هو اللي بيوجه اللعيبه، انما النهارده بنديهم يعني تعظيم سلام للرجوع للمكسب والاداء الرائع والتاهل ان شاء الله، وده برده بيدي انطباع للفرق اللي جايه طبعا بيدي انطباع برده للفرق الجايه ان فرقه منتخب مصر لما تكسب فرقتين مالي وغانا من الفرق اللي كانت مرشحه دي حاجه كويسه قوي.